ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال، وإن شاء الله اليوم كده يعدي علينا كلنا وإحنا في أتم صحة. كل المشاهدين طبعا، مشاهدين قناتنا قناة تن، ومشاهدين ومتابعين برنامج بيتك ومطبخك. النهاردة بإذن الله، بما أن الأجواء بقى برد وساعة ودخلنا فيها، عايزين نعمل حاجات مغذية وتدفينا كمان في نفس الوقت، وكمان ما فيهاش سعرات حراريه كتير، يعني نستنفذ الطاقه اللي في جسمنا لو حد سمين شويه ولا حاجه بالاكل بتاعنا، نتدفى ونحرق الحاجات اللي في جسمنا ان شاء الله. هنعمل حاجه مغذيه جدا. اول حاجه، اول ما نقول كده الدنيا سقعت، نخش على العدس على طول. هنعمله النهارده ان شاء الله بطريقه حلوه وسهله وكمان مغذيه جدا. يلا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. محتاجين لشوربة العدس بالشعرية، محتاجين نص كيلو عدس أصفر، بصلة متوسطة متقطعة مكعبات، بصلة متوسطة مفرومة ناعم، جزرة كبيرة متقطعة قطع، حبة بطاطس واحدة، حبة بطاطا، عودين كرفس مفرومين، 3 فصوص ثوم، ربع كوباية شعرية متحمرة. محتاجين بقى كمان ملح، ومعلقتين كبار كمون، معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وربع كوباية زيت، ومكعب مرقة. ممكن طبعا الزيت ده عشان نحمر فيه الشعرية، انا خدت معلقة كبيرة حمرنا فيها الشعرية، شعرية لا تتعدى ربع كوباية، حاجة بسيطة عشان ما يتلخمش معانا لما الشعرية بتكتر وبتستوي، بيلخم كده لما بتكون كبيرة. احنا عايزين حاجة بسيطة، يعني معلقتين ثلاثة كبار بس. تمام، اول حاجة عندنا الحلة على النار بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بس أجيب طاسة صغيرة برضو معايا، هنحط المكونات بتاعة العدس معانا. أول حاجة العدس كده، طبعا العدس عشان مغسول بيبقى متجمد شوية كده. بسم الله الرحمن الرحيم أهو. طبعا العدس ده محتاج يتشطف كويس جدا، يعني يتشطف كده بذمه، لان هو ما بيبقاش ايه نظيف، يعني الميه بتاعته ما بتبقاش شفافه خالص، لازم نقعد نشطف فيه مده طويله علشان الميه بتاعته تبقى نظيفه وشفافه. طبعا حتى لو بنجيب اللي هو العدس المغلف اللي في اكياس برده لازم يتغسل كويس، لان من الصوامع بقى والتخزين وكده بيبقى مضطرب، ما بيبقاش نظيف. بس بالشكل ده نحط عليه الميه الاول. عندي هنا كده ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط العدس بقى عليها كده. البصلة، بصلة متقطعة مكعبات كده كده، طبعا هتتفرم، يعني هتتفرم جوه العدس فمش مشكله خالص. البطاطا بتدي طعم في منتهى الجمال وكمان صحيه والقيمه الغذائيه عاليه، بنعلي القيمه بتاعه العدس. ادي بطاطايه واحده، هي البطاطايه تكون متوسطه معانا. جزرايه برضو، جزره كبيره متقطعه مكعبات، هي كان فيها طماطم بس انا مش عارفه، انا نسيت يمكن اكتب الطماطم ولا ايه، بس هجيب طماطمايه اضيفها لها دلوقتي لما ايه نطلع فاصل. انا نسيت خالص الطماطم، افتكرتهاش الا دلوقتي. كده بالشكل ده اهو، عايزينه بقى يغلي كده غلوه حلوه. معانا طبعا هنا ايه، معانا الكرفس الاخضر بيديله بقى ريحه رائعه. طبعا احنا مش معتاد ان احنا نحط في شوربه العدس كرفس، بس لما تجربوها هتلاقوا فرق. هنحط الكرفس مش دلوقتي، هنحطه لما يغلي شويه ويدخل معانا في التسويه، نقوم نحط عليه الكرفس عشان نحتفظ بالريحه الحلوه بتاعته. بالشكل ده اهو كده اهو معايا، ادي الميه حطيناها عليه. طيب التوابل بقى، الكمون والكزبره والحاجات دي كلها نحطها امتى؟ ممكن دلوقتي طبعا نحط عليه مكعب المرقه. طب احنا عاوزين نعمله صيامي، صيامي يبقى بالميه بس كده، مفيش اي حاجه، والتحمير كله بالزيت. هنا الطاسه الثانيه انا هسيبه بقى يغلي. طبعا هنا كل المكونات في الحله هنسيبها اهي، اي شايفين اهي كده بقى، هنسيبها لما تغلي نبدا نملح ونحط له الكمون ونحط له الكزبره ونحط له رشه ملح. انا نسيت كمان حاجه مهمه جدا، التوم، 3 فصوص كبار توم صحيح شرايح مش مشكله خالص اهم بالشكل ده. هنا بقى عندي الطاسه الثانيه، هغطي بقى ده كده
اخد السمنه. هنا بقى معايا طاسه، طبعا انا لما العدس ده هيتضرب في الخلاط كله على بعضه هنبقى محتاجين نعمل له تقليه. التقليه دي انا بعملها بالبصل، لازم احمر له بصلايه كده صغيره او متوسطه تكون مفرومه ناعم، لازم احمرها له واحطها عليه لما اهرسه في الخلاط او بالهاند بلندر، بتدي له كده فليفر وطعم جميل جدا. اهو بالشكل ده، خد معلقه سمنه اهي بالشكل ده كده. طبعا احنا اساسي عندنا كانت العدس، مامتي ربنا يديها الصحه لازم لما نيجي نغرفه نحط عليه كده معلقه كبيره حلوه سمنه بلدي كده على الوش لما بنيجي نغرفه. بس طبعا دلوقتي عشان بعمل حاجات اخف او ولادي ما عادوش بيحبوا الحاجات اللي هي زي بتاعه زمان التقيله كده، فبستغنى بقى عن السمنه اللي على الوش دي، احط معلقه السمنه دي احطها احمر بيها البصل. طبعا عشان الوقت بدل ما نستناه ونرجع نحمر يبقى نحمر كله من دلوقتي اهو بالشكل ده. هنضيفها امتى؟ هنضيفها لما يتضرب في الخلاط او بالهاند بلندر وياخد الغلوه اللي هي الاخيره على النار، نبدا نضيف له البصله المتحمره وكمان الشعريه. هنعمل كمان فته عدس. فته العدس هنحتاج لها ايه؟ هنحتاج لها عدس من اللي احنا هنطبخه، كوبايتين كبار عدس كده حلوين، شوربه بقى متاسسه حلوه، بس طبعا ممكن يكون من غير الشعريه، تبقى شوربه بس صوص كده سايب او شوربه من غير الشعريه بتاعتها. وهنحط عليها عيش محمص، عيش بلدي انا مقطعاه ومحمراه في معلقه سمنه كده واخد تحميره حلوه، وهنحط عليه الشوربه ونعمل له طشه حلوه بالثوم وبالكزبره الناشفه بس كده، ويبقى دي تبقى احلى طبق شوربه عدس. هنا كده احمر البصله لحد ما تاخد لون ذهبي حلو كده، خلاص نطفي عليها. طبعا انا حابه جدا اشكر الناس اللي بتبعت التطبيقات، يا جماعه ما شاء الله عليكم، تسلم ايديكم كلكم. وكمان عايزه اقول لايمان، مدام ايمان في السعوديه، مدام ايمان محمد كامل، تسلم ايدك، تسلم ايدك على الوصفات اللي بتبعتيها في منتهى الجمال. اهي هننزل دلوقتي التطبيقات، هننزل فتة العدس. طيب ننزل مقادير فتة العدس، معانا الفتة العدس دلوقتي على الشاشة، معانا عيش محمص او محمر، كوبايتين شوربة عدس، معلقة كبيرة سمنة، فص ثوم مهروس، معلقة صغيرة ثوم مهروس ناعم، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، بتبقى طعمها تحفة. هنا كده ادي احنا شايفين كده مقادير فتة العدس قدامنا، ممكن ننزل التطبيقات دلوقتي. تمام كده ادي اهو بالشكل ده كده، عايزاه يتحمر تحميره حلوه. ادي التطبيق بتاع ايمان، تسلم ايدك. كيكه الشوكولاته حط عليها بندق، الكيكه عملتها روعه طبعا. مين يا داليا؟ منى، منى ايه؟ منى عامله الكرواسون، تسلم ايدك يا منى. هنا دودي كوين، تسلم ايدك. نيما مورو، نيمو مورو، تسلم ايدك. عامله فطاير ولا عامله ايه؟ قرص طريه. دودي كوين تاني عامله القرص الطريه اللي احنا كنا عملناها. مدام روحيه عامله السمك، عامله السمك اللي احنا كنا عملناه. دودي كوين عامله الكيكه اللي احنا عملناها بس هي سوتها في مجات زي الكب كيك كده، تحفه، تسلم ايديكي. ايمان محمد كامل عملت الحمام اللي كنا عاملينه، ما شاء الله تسلم ايدك يا ايمان. نيمو مورو تاني، دي ام يوسف، ام يوسف اللي هي نيمو مورو، برضو ام يوسف بعتت لي قالت لي انا اسمي ام يوسف، عملت الكيكه اللي احنا عملناها بالبرتقال تحفه، ما شاء الله تسلم ايدك. شكرا، شكرا ليكوا كل حد بيبعت لي تطبيق على رسائل صفحه بيتك ومطبخك مع غدا مصطفى. هنزل التطبيقات تتعرض معانا في الحلقات ان شاء الله كده بالشكل ده. هنا بقى احنا هنسيب دلوقتي البصله بتتحمر، بتاخد لون، عايزينها تاخد لون ذهبي حلو. وطبعا معانا الشوربه، شايفين بقى هنا الشوربه اهي بدات تغلي معانا اهو بالشكل ده.
كده بالشكل ده. طالما هي الشوربه بدات معانا تغلي بالشكل ده خلاص، يعني طلعت رغاوي كده وبدات هتغلي، خلاص هروح احطلها شويه كمون اهو. مثلا عندي هنا معلقتين، احط معلقه واسيب معلقه لما نضربه في الخلاط عشان الريحه الحلوه بتاعته، ورشه كزبره برده. تمام كده اهو، هنسيبه يغلي غلوه حلوه. احط له بقى رشه فلفل اسود كمان كده، ورشه ملح. طبعا مكعب المرقه ما بيديلوش تمليحه كافيه اهو بالشكل ده. هنا كده حطيت عليه معلقه ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود، وهنسيبه بقى ايه يستوي براحته. الخضار طبعا كله ما بياخدش وقت معانا في التسويه. هنطلع بقى فاصل صغير. احنا معانا حد على التليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبه قلبي هتطلعي فاصل وتسيبيني كده؟ ازيك يا ست الكل؟ انا اسفه والله. لا ما هو استاذ طلعت قال لي احنا معانا تليفون مهم. مدام ناديه اوعي تتاسفي، انت اختي حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. لا لا يا غدوة، انا استناكي سنه على الخط. يا نهار ابيض، كلامك ده الله فوق دماغي. عشان حبيبه قلبي انت عارفه انت غلاوتك عندي والله. ربنا يخليكي يا مدام ناديه، تسلمي يا رب. ما بين ايديكي دايما. الله يخليك الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين جميعا بمناسبه العام الجديد، ربنا يجعله خير عليكم وفتحه خير ان شاء الله. وحضرتك طيبه وكل المشاهدين بصحه وسلامه. على القناه ان شاء الله يكونوا بخير يا رب، في نجاح قناه تن ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي يا رب. وطبعا غدغوده طبعا حبيبه قلبنا كلنا. الله يخليكي يا مدام ناديه، تسلمي. انا عايزاكي تعملي لي فته عدس بالخل والثوم زي بتاعت الاسكندرانيه. انتوا بتعملوها بتحطوا عليها خل مع الثوم؟ بنعمل بنحمر العيش ونحطه ونسقيه بالعدس. ما انا بقى هعمله كده النهارده، بس مش هحط خل. انتوا بتحطوا خل؟ لا بنحمر بقى الثوم ونحط عليها شويه خل. والله ونرص فوق الوش. انت بقى يا غدغوده طب بقى. خلاص احنا هنزود لك النهارده حبه خل عشان خاطر حضرتك على طريقتك. طعمها بيبقى روعه. خلاص والله هعمل النهارده. انا والف شيف على اللي هيجي. هنحط النهارده في المقدار معلقتين خل كمان. يا حبيبه قلبي بالهنا والف شيف عليكم. الله يهنيكي الله يهنيكي يا مدام ناديه. كل الكاست وكل مشاهدي. وهعمل لك كمان النهارده السحلب. يا ريت والله. هعمله النهارده ان شاء الله. انت بنت حلال، اشكرك مقدما. ماشي يا حبيبتي. انت فكرتيني، انا كنت عايزه اقول لك عليه والله. هعمله لك النهارده ان شاء الله. تسلمي لي يا غدغوده. ربنا يخليكي يا مدام ناديه، تسلمي يا حبيبتي. يسعد قلبك يا رب. الله يخليك الله يخليك يا مدام. ربنا يخليك، تسلمي. هنا كده. الو 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 الو. ايوه ازيك يا دودو؟ ازيك يا مدام امل؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كويسه الحمد لله. طب الحمد لله، انا حبيت اسال عليكي واقول لك تسلم ايدك. ربنا يخليكي. ايه رايك في وصفاتنا النهارده يا مدام امل؟ لا انت دفيتينا من غير ما ناكله. يا ربنا يخليكي يا مدام امل. والله كل حاجه بتعمليها جميله من تسلمي يا حبيبتي. تسلمي تسلمي لي يا حبيبتي. قلبك طيب كده وامرت الامراء والله. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي. والله تسلمي. يا غدا انا عايزه اقول لك ولادي كلهم بيحبوكي وحياتك. ويا سلام، وانا كمان والله يزيدني شرف بمحبه ولادك ليا والله. يا رب تشوفي ولادك زيهم كده. اللهم امين يا رب. ربنا يكرمك فيهم يا رب باذن الله ويبارك لك فيهم. اللهم امين يا حبيبتي. متشكرة جدا جدا لتليفون. بصي يا غدا، نعم. انا عايزاكي بس الله يخليكي، عايزه اعرف طريقه البسكوت اليانسون. عينيا الاثنين. ده نعمل لك بسكوت يانسون. اعملهولك. نعم. اعمل لك بسكوت يانسون. يا رب يخليكي يا حبيبتي. حاضر عينيا. شكرا يا دودو. العافيه ستي. العافيه يا مدام امل. الو. ايوه 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 يا مدام هدى. ايوه الو. ايوه انا اهو. ايوه انا سامعاكي، اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. جدا جدا جدا. ربنا يخليكي. مش بتتفرجي عليا كل يوم ليه طيب؟ بوحشك. انا اصل لسه عارفه انك موجوده على القناه دي من امبارح بس. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يعني اولا خسيتي جدا وانا مبسوطه. جميله جميله. بس اللبس النهارده متخني شويه. لا بالعكس بالعكس، انت خاسه، انا مبسوطه بيكي قوي. الحمد لله. اولا الحمد لله على السلامه ومنوره القناه. الله يسلمك. حاجة ممكن تشرحي لي الخبيزة تاني؟ حاضر. لأني امبارح شفتها متأخر. عينيا الاثنين. حاضر. حضرتك تتابعيني كل يوم الساعة 2 الظهر من السبت للأربع، إن شاء الله تلاقيني كده يعني موجودة معاكي بإذن الله. أنا وراكي وراكي على طول. حبيبة قلبي أنت منورانا والله. هننزل لحضرتك مقادير الخبيزة وهقولها لك. حاضر عينيا الاثنين. أشكرك. العفو ستي العفو، اتفضلي. الله يسلم حضرتك الله يسلمك. هننزل دلوقتي مقادير الخبيزة. الخبيزه معانا اهي، محتاجين كيلو خبيزه
محتاجين ايه تاني؟ وربطه سلق، ربطه كزبره خضراء، ثوم، معلقتين رز ولتر مرقه وثلاث فصوص كبار ثوم صحيح ومعلقتين ثوم مفروم وكزبره ناشفه. تمام؟ بسرعه بسرعه جدا. حضرتك بتغسلي الخبازه كويس جدا وتقطفيها بس من غير العنق بتاعها، تقطفيها وبعد ما تتقطف منك تاخديها في ميه مع السلق وتسلقيها، بس تسيبي الحله مكشوفه، الغطا يكون مكشوف علشان ما تغمقش. وبعد لما الخبيزه منك يعني مثلا 10 دقائق ربع ساعه كده على النار، كوبايه ميه بس مغليه وتحطي فيها الخبيزه، هي هتلاقيها صفت لوحدها ونزلت ميتها. هتاخديها في مصفى تصفيها، ما تشطفيهاش ولا حاجه، وتسيبيها لما تبرد وتحطي معاها ثلاث فصوص ثوم صحاح يتسلقوا معاها، تصفيها تاخديها بعد كده بكوبايه واحده شوربه في الخلاط، تضربيها في الخلاط بالسلق وبالسلق والثوم، وتحطي لها مثلا نص ربطه كزبره معاها كده في الاخر وهي بتتسلق، تضربيهم في الخلاط ويكون عندك على النار كوبايتين شوربه او ثلاث كوبايات شوربه، وتحطي فيهم معلقتين رز، معلقتين اتنين بس رز، تغسليهم وتسيبيهم لما يستووا في الشوربه يعني يتسلق كويس. بعدين تروحي واخده الخبيزه اللي اتضربت في الخلاط حطها في الشوربه، ومع الشوربه دي تحطي معلقه واحده ثوم مفروم ناعم مع رشه كزبره ناشفه، تسيبيهم يغلوا مع الرز، وتحطي السلق بالخبيزه اللي اتضربوا في الخلاط يغلوا كمان مع الشوربه والرز غلوتين اتنين بس. تكوني بقى عند حضرتك طاسه فيها معلقه كبيره سمنه، تعملي طشه زي طشه الملوخيه، ثوم بكزبره، قبل الثوم والكزبره في اخر غلوه للخبيزه تاخدي بقيه ربطه الكزبره دي تضربيها بشويه ميه او شوربه في الخلاط، تضيفيها اخر غلوه. ليه؟ علشان ريحه الكزبره الخضراء تبقى فيها موجوده وتبقى لونها كده اخضر حلو. تحطي الكزبره اللي اتضربت في الخلاط مع الخبيزه على النار غلوه واحده بس، وبعد كده تروحي عامله لها الطشه اللي هي الثوم والكزبره زي الملوخيه وتطشيها عليها بس، وتغرفي وبألف هنا وشفا. طبق مخلل بقى بتنجان لفت مخلل، تبقى روعة طبعا بالعيش الناشف أو البلدي، وألف هنا وعافية عليك. دلوقتي بقى هنطلع فاصل صغير، أنا هنا عندي العدس اهو اتسلق، هنشوف لو كان خلص هنضربه بالهاند بلندر الفاصل الجاي إن شاء الله. ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. شفتوا بقى خلصت الثواني ورجعت لكم في ثواني. دلوقتي بقى معانا ايه؟ كان قبل الفاصل طبعا معانا العدس، عايزه اوري حضراتكم العدس. انا حطيت له الطماطمايه اللي انا كنت نسيتها بصراحه، كانت الخطا مني ان انا نسيت اكتبها، اهي ادي طماطمايه اتحطت قطعناها اربع ارباع وحطيناها، وحطيت بعد ما غلي كده حطيت له ايه؟ حطيت له الكرفس كده عشان يغلي معاه غلوتين، لان الخضار احنا عارفين طبعا البطاطا ما بتاخدش حاجه خالص في السلق، ولا الجزر ولا البطاطس، حتى لو الجزره سن قاسيه شويه مش مشكله، حلو جدا ان هي يبقى فيها كده قرشه خفيفه لما نيجي نضربها مع بعض تدينا ايه؟ تدينا تكه كده حلوه عشان القيمه بتاعت الجزر. بالشكل ده انا هسيبها بقى تغلي اهو، اغطيها واسيبها. نقول بقى دلوقتي الشوربه الثانيه اللي احنا هنعملها عشان نتدفى بيها، قيمه غذائيه لو ولادنا ما بياكلوش الخضار، حاجه مناسبه جدا. معانا لشوربه الخضار بالفراخ عايزين او احنا محتاجين عايزين صدور فراخ مكعبات، ربع كيلو بسله، هي ربع كيلو بقى من كل حاجه هقولها، بسله، كوسه، فاصوليا، جزر، بطاطس، بروكلي، وبصله كبيره مفرومه، عودين كرفس، معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره زيت، مكعب مرقه، لتر ونص مرقه بس المكعب ده عشان يطعمها لي اكتر، ومحتاجين ملح وفلفل، حبهان مطحون، فصين مستكه، ومحتاجين كمان نودلز او شعريه زي ما احنا عايزين. طبعا كل ولادنا الايام دي بيحبوا جدا النودلز، هي الجاهزه دي، طبعا النودلز دي مفيش منها اي خوف كشعريه او كمكرونه، اما كل الخوف من البهارات او الزيت اللي بيبقى فيها احنا مش هناخده. انا هنا كده معايا معلقه زبده، هبدا على طول احط الزبده، اول ما تسيح كده معايا على طول هنزل بس المستكه، احنا شايفين كده تسيح معايا على النار على طول، انزل على طول عليها على طول، اروح منزله الفراخ، ريحه المستكه طلعت على طول، انكه بقى الفراخ عشان الشوربه تبقى ريحتها حلوه كده، شايفين الشكل ده،
بتغير لونها على طول عشان الحله طبعا سخنه كويس. اهي ما نزلتليش ميه كده، انزل عليها على طول البصل. الشوربه دي مغذيه جدا جدا ومفيده. الاولاد اللي ما بتاكلش خضار يبقى احنا ندخله لهم في شوربه كده بقى طعمها حلو جدا. انزل على طول البسله وراها الفاصوليا، واخد الجزر واقلب. طيب البروكلي اللي عندي، بصوا انا عايزه اوريكم البروكلي. البروكلي ده انا خدته قشرته، قطعته وقشرته وخدته في ميه سخنه لمده دقيقتين، عملت له كده بلانشيه في ميه مغليه بس يا دوبك دقيقتين اتنين. بصوا خلى لونه ايه، اللون الاخضر الزرق الحلو. انا مش عاوزه ان انا اخده غلوه كتير عشان ما يفقدش قيمته الغذائيه اهو. واحط كمان البطاطس، بطاطسايه واحده مكعبات، ممكن طبعا اضيف بطاطا مفيش اي مشكله. هنا عندي كل الخضار ده بيستوي على طول، بياخدش وقت خالص، سواء بسله او فاصوليا او جزر بطاطس، كل ده ما بياخدش عندي اي وقت بالشكل ده. ومعايا طبعا الكوسه، ناخد بقى نشيل الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا اتاكدت ان الفراخ قفلت مسامها، مش هتنزل لي اي ريحه زفره ولا اي حاجه. هنا هاخد عليها الحبهان المطحون عشان انكه الخضار مع الفراخ، وهناخد كمان مكعب المرقه. مكعب المرقه ده بيديني تيست اعلى للشوربه. طبعا اخواتنا الاقباط نعمل ايه، هنحط ميه وممكن نحط مكعبين مرقه خضار، مرقه الخضار تبقى في منتهى الجمال. نعم عادي، لا ما انا عندي مرقه ده مش مشكله، هيسيح مع الحراره كده هيديني طعم جميل جدا كده بالشكل ده اهو. شايفين الخضار بقى لونه ورق زرعي كده وجميل ازاي. برضو هحط كده شويه ملح بساط معايا، حط رشه فلفل. احنا حطينا حبهان وحطينا فلفل اسود وحطينا مستكه بالشكل ده. هنا بقى معايا مرقه، مرقة لحمة، مرقة خضار، مرقة فراخ، اللي موجود الشكل ده. طبعا المرقة كانت سخنة ومغلية اهو كده. طب احنا هنحط البروكلي امتى؟ مش هحط البروكلي دلوقتي خالص، هحط البروكلي في الاخر، يعني ممكن اخر غلوة بس، عشان انا مش عاوزة البروكلي يفقد قيمته ولا لونه يتغير يبقى اللون الاصفر مش حلو. هنا كده هغطي بقى عليها، سيبها تغلي غلوة حلوة كده كويسة تكون استوت، ما بياخدش وقت خالص اهو. طب النودلز ده هستخدمه امتى؟ النودلز ده لما نيجي نغرف هناخد، يعني احنا بعد ما نغرف الشوربه هناخد منها كبشه او كبشتين سخنين في طاسه في حاجه صغنونه، وهحط النودلز ده كده يطرى. هو اصلا يعني بيستوي على البخار، ده اللي كل ولادنا بتحبه وبتموت فيه. احنا نعمله لهم بقى بطريقه امنه، بدل ما هم ياخدوا النودلز ده ياخدوه في الملح بتاعه او بالزيت بتاعه، واحنا بنبقاش وبيصمموا ان هم ياكلوه بصراحه، فاحنا نعمله لهم بالطريقه دي هيبقى امن اكتر. الشعريه دي ما فيهاش اي قلق وهيبقى صحي اكتر. هنا بقى وعايزين نشوف العدس بتاعنا الجميل ده. بصوا العدس كل الخضار اتهرى فيه واتهرس خالص وبقى في منتهى الجمال اهو بالشكل ده. هعمل ايه؟ هاخده احنا طبعا شايفين ادي البصله بتاعته، بصله العدس اهي. بصوا البصله بقت لونها ذهبي، شايفين لون ذهبي، هي طبعا افتح من اللي انتوا شايفينه سنه، يعني لونها ذهبي جميل تمام كده. انا هاخدها هنا كده عندي وابدا اهرسها بالهاند بلندر. طيب ما عنديش هاند بلندر بقى، عندي خلاط، كلنا في البيت عندنا خلاط. انا ما عنديش هاند بلندر، عندي خلاط، بسيبها لما تهدى خالص وتبرد شويه تبقى هاديه كده، اروح ضربها في الخلاط. طبعا اخدها في حله تانية او في طبق وبعدين ارجعها تاني في الحله، اكله كلها بتتعمل في حاجه واحده اهو بالشكل ده. اهرس بقى كل المكونات الحلوه دي كده. شايفين قيمه غذائيه في منتهى الجمال.
طيب وانا بهرس كده عايزين نحط حاجه مهمه جدا، عايزين نحط الكركم اللي معانا. الكركم ده بيدينا طاقه وبيدينا مواد للاكسده، مضاده للاكسده، ممتاز جدا جدا وفوائده عديده جدا. هبدا كمان اخد بقيه الكمون اللي كان عندي اهو، حطيته وحطيت الكركم وباقي الكزبره الناشفه. والعدس كمان بيقلل لنا من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، فاحنا الكركم مع العدس يبقى احنا كده ادينا فايده زياده، وبيعلي عندنا كمان الحرق في جسمنا. اهم حاجه ما نستخدمش فيه دهون كتيره، يعني هي معلقتين الزيت اللي حمرنا الشعريه، وممكن كمان معلقتين زيت للبصل، وممكن سمنه براحتنا خالص. ولما بيبقى صيامي كمان معمول بيبقى خفيف وبيبقى طعمه تحفه، يعني انا كنت باكله عند اصحابي وجيراني المسيحيات طعمه تحفه بصراحه. بالشكل ده هضرب كده كويس جدا. اتهرس مع بعضه، بصوا اتهرس خالص بقى ناعم جدا. حتى لو الجزر عندي او البطاطا فيهم لسه حتت مكعبات كده، كان زمان مامتي بعد ما تضربه في الخلاط بالشكل ده ترجع تصفيه. انا ما بصراحه ما بصفيهوش، ليه؟ عشان انا استفيد من الفايبر والالياف اللي موجوده فيه بالشكل ده. طيب هحط له ايه؟ هحط له الشعريه الاول. قبل اول حاجه احط له البصل اهو بالشكل ده، وطبعا عايزه ادوقه عشان نظبط الملح بتاعه اهو كده. ادي البصل بيتحط فيه بعد ما يتضرب في الخلاط او بالهاند بلندر، وارجعه تاني على النار بالشكل ده. طيب انا عشان اخد منه للشوربه للفته، اسفه، هاخد منه للفته لما بس يغلي غلوه واحده، وبعدين اخد منه قبل الشعريه. طب لو انا عاوزه اعمله فته وبالشعريه عادي جدا، مفيش اي مشكله، وده اللي انا هعمله دلوقتي اهو. حطيت معلقتين الشعريه، هي يا دوبك غلوتين اتنين وبنطفي عليه وبيبقى هو كده زي الفل. ليه؟ علشان احنا طبعا مش هنغرفه على طول، احنا بنستنى نسيبه بعد كده يهدى خمس دقايق وهو متغطي عليه، بتكون الشعريه استوت لانها يا دوبك على البخار. شايفين؟ اهو بدا يستوي، بدا ياخد الغلوه الاولانيه كده. الو؟ الو الو، ايوه يا مريومه. ايوه ازيك يا شيف غاده؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا حبيبه قلبي. الحمد لله يا حبيبتي. ايديك يا حبيبه قلبي. الله يسلمك يا مريم. اقول لك حاجه، شهاده هقولها، شهاده لله هقولها. اتفضلي. وشهاده تقدير ليكي. ربنا يخليكي، تسلمي. بقول لك تسلم ايدك على الخبزه امبارح. ربنا يخليكي يا مريم، ده دي شهاده انا اللي بقى باخدها منك يا مريم. بصي انا دي وديكي الشهاده دي شهاده تقدير بدالك على ان الخبزه دي مخدوم حقها. اه خالص. ومحدش بيقول لي، واللي عملوها عملوها بطرق كده غريبه حقيقي كده. حقيقي. هي دي الخبزه الاصلي اللي كلها فيتامينات، اللي هي كلها يعني بصراحه في الشتاء دي الملوخيه الشتوي بتاعتنا. بصي انا مشيت على الخطوات اللي مامتي قالت لي عليها بالملي. ما انا بقول لك اعملي كذا. انا بعت لك على الواتس امبارح، بقول لك النهارده الصبح بعت لك، بقول لك هي دي الخبزه بالظبط يعني. ربنا يخليكي يا مريم، تسلم ايدك يا رب. لا تسلمي يا حبيبه قلبي والله. لا اعملي بقى يلا وابعتي لي الصور عشان ننزلها يا مريوم. والله هتعلم، بس والله هبعتهم لك عشان انا لسه جديده في الموضوع. خلاص تمام. مش لاقي العيال، مش عايزين يتعلموني حاجه، العيال مش بيفهموني. يا نهار ابيض، انا اعلمك، انا اجي اعلمك يا مريم. الله يخليك، اصل انا لما جبت التليفون العيال يعني انا ولاد اخويا جابوه لي وحطوا لي عليه حاجه وسابوني بعد كده مع نفسي بقى. الولاد دول اسمهم ايه عشان نبعت لهم كده نداء؟ عبد الرحمن ومحمد. محمد ومحمد سامح ومحمد عزت. يا محمد ما ينفعش الكلام ده، لازم تعلمه عمته مريم. ايوه. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليهم كده ان شاء الله يا حبيبه قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي يا مريم. فانا بجد بقول لك بشكرك وبشكر داليا عشان معلومات كمان استحيه اللي انتوا بتقوليها دي، والله جدا معلومات جدا 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 والله. هي المرجع الموثوق فيه في المعلومات الطبيه كلها والله. لا انا بشكرها وبشكرك والله، بشكر كل القناه والله يا حبيبتي، تسلمي. الله يخليكي يا مريم، الله يخليكي يا حبيبتي. شوفي على الواتس عشان بعت لك كذا حاجه على الواتس ما كنت ما شفتهاش. حاضر والله هشوفهم يا مريم، هشوفهم والله صدقيني. ماشي حبيبي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. سلام. هنا بقى احنا شايفين هنا كده، بصوا ده طبق العيش محمر معانا او المحمص. انا خدته في معلقه زيت، معلقه سمنه صغيره، حمصته بالشكل ده عشان عايزاه للفته. هبدا اعمل ايه؟ ناخد هنا كده شويه عيش منه عشان ده كتير. ناخد هنا كده حبه كده.
عايزه اعمل الفته على طول. اخد هنا خلاص، هو كده العدس معايا استوى خلاص. هاخده بقى ارفعه كده شويه من على النار ونبدا نعمل التقليه بتاعه الفته. خد معلقه سمنه كده هنا طبعا في الطاسه مكان البصل عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس اجيب ايه الكبشه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طبعا بس الخضار الاول معانا، انا حطيت عليه ومريم بتكلمني الكرفس. هبدا بقى انزل اخر حاجه، هنزل عليه البروكلي بالشكل ده كده اهو. البروكلي خلاص يعني غلوتين ونطفي على طول. الخضار عشان متقطع كل مكعبات قد بعضه ما بياخدش حاجه، وعندنا طبعا البسله والفاصوليا برده ما بياخدوش حاجه، ده احنا لما بنيجي ناكلهم سوتيه بيبقوا اقل من كده، يا دوبك نسقطهم في الميه المغليه دقيقه ونرفعهم. هنا بقى عمالين يستووا، طبعا الصدور بتستوي بسرعه جدا. هنا اخد بقى كده الحله بتاعت العدس الحلو ده هنا، بس هنسيب ايه الشوربه تغلي معانا، وهبدا اخد العدس. شايفين بقى العدس وجماله، تقيل وجميل ومظبوط بالملي. طبعا احنا السماكه التقل العدس او خفته احنا بنتحكم فيه على حسب اللي احنا عاوزينه، يا اما نخفف يا اما نسيبه تقيل قوي براحتنا خالص كده بالشكل ده. لما بنيجي نضيف عليه ميه بنضيف عليه ميه مغليه، مش بنضيف عليه ميه بارده اهو. الكرفس كمان مديله اضافه في منتهى الجمال بالشكل ده. طبق فته عدس يعني عايزه اقول لكم من اللي توصى عليه. السمنه اللي في الطاسه هحط عليها دلوقتي التومه، معلقه التوم اللي احنا هنحمرها اهو بالشكل ده. كان بابايا الله يرحمه بيحب جدا فته العدس دي كده، كانت يعني امي والله ربنا يديها الصحه كانت تعملها والله العظيم بلا مبالغه، كانت بتقلب الريحه يعني مش قادره اقول لكم، اللي طالع واللي نازل يعرف ان احنا بنعمل فته عدس من جمالها. ادي الكزبره، واجيب شويه خل زي ما مدام ناديه قالت لنا اهو بالشكل ده كده. التومه ما دخلت في الاصفرار، احط عليها على طول الكزبره الناشفه اهو بالشكل ده، تدي ريحه جميله جدا. ما سيبهاش بقى، ما سيبهاش لما تتحمر كتير، يا دوبك اهو بالشكل ده. حبه خل كده، معلقه ولا معلقتين خل بس. احط بقى على الوش هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حاجه رائعه يعني بصراحه بالشكل ده، ونمسح الطبق. هطلع بقى فاصل علشان بعد الفاصل ان شاء الله نكمل بقيه وصفاتنا. ثواني وارجع لكم تاني، انتظرونا. ورجعنا مع بعض تاني، ربنا ما يحرمني منكم، وان شاء الله كده اقدم لكم كل شيء مفيد. قبل الفاصل طبعا عملنا الفته بتاعه العدس، شفناها اهي، عمل وازي العدس اهو غرفناه، طبعا بيتغرف سخن جدا. حطيت على وشه عيش فينو، انا كنت طبعا مقطعاه ودهن عليه زيت خفيف جدا ورشه زعتر ناشف، وحمصته في الفرن بالفرشه بالزيت والزعتر، بيبقى طعمه في منتهى الجمال يتاكل مع العدس. وطبعا مقدمين برده معاه العيش البلدي للي يحب يغمس. وادي فته العدس تمام، ادي فته العدس في منتهى الجمال. وطبعا كان عندنا شوربه الخضار اهي بالشكل ده، بالفراخ قطع الفراخ فيها. البروكلي بنحطه اخر غلوه بس علشان اللون بتاعه دانه اخضر زاهي كده ومنور معانا. وكمان عندنا اللي كان فيه نودلز، انا حطيت عليه كبشتين ثلاثه شوربه وسبته دقيقه ثواني عبال ما غرفت الاطباق النودلز طري، بدات بقى احط عليه ايه الخضار بالفراخ، يبقى طبق مغذي جدا لاولادنا. اخر حاجه بقى دلوقتي هنعملها مشروب الشتاء اللي بيبقى دايما جاي لنا حد جاي لنا ضيوف، بدل ما بنشتريه لا نعمله في البيت بمنتهى البساطه، حاجه احنا مكلفينها وتبقى طعمها جميل. هنعمل مع بعض ان شاء الله السحلب، بودره السحلب. معانا لبودره السحلب محتاجين كوبايه الا رز دقيق، كوبايه الا ربع دقيق رز، كوبايه حليب بودره
كوباية سكر بودرة، كوباية جوز هند ناعم، نص كوباية نشا، نص كوباية كريم شانتيه بودرة خام، ونص كوباية سمسم، ونص كوباية سوداني مجروش، ومعلقة كبيرة فانيليا. ده علشان البودرة بتاعت السحلب. يبقى احنا محتاجين كوباية ربع دقيق رز مطحون، ومحتاجين كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة، كوباية جوز هند، ونص كوباية نشا، نص كوباية كريم شانتيه خام، نص كوباية سمسم، نص كوباية سوداني مجروش، ومعلقة كبيرة مليانة فانيليا. طبعا أنا أول حاجة هحطها آدي السكر البودرة، نخلطها سهل جدا. آدي الدقيق بتاع الرز بالشكل ده، لا ده كان النشا، ادي دقيق الرز اهو. دقيق الرز ده عايزين نعمله احنا في البيت، وبيتباع عند العطار بس يكون عطار موثوق فيه. عايزين احنا نعمله في البيت، بنجيب الرز نغسله، نجيب نص كوبايه رز او تلات ارباع كوبايه رز، نغسلها كويس جدا ونسيبها لما تنشف، نفردها كده على صينيه ونسيبها لما تنشف في مكان يكون فيه هواء. وادي السوداني المجروش، ادي السمسم، وادي جوزة الهند، لا جوزة الهند دي للتزيين، انا تقريبا حطيت الايه، حطيت التانية هنا. ادي لبن البودرة، وادي الفانيليا، معلقة كبيرة فانيليا بودرة، كل ريحتها حلوة كده. احنا بقى بقول لكم الدقيق بتاع الرز، احنا بنجيب الرز نغسله كويس جدا ونسيبه على صينية ينشف. يا ريت نحطه في بلكونة بس نغطيه بشاشة ولا حاجة عشان ينشف كويس جدا. بعد كده في مطحنة التوابل اللي بنطحن فيها الفلفل الأسمر والكمون، نطحنه يبقى زي الدقيق وننخله. كل ما ننخل ونلاقي فيه ذرات خشنة نرجع ننخل نطحنها تاني. بس كده بالشكل ده بنقلبه. بس طبعا السكر البودرة يا ريت برضو ننخله عشان ساعات بيبقى مرطب اهو بالشكل ده. بنخلط كل المقادير على بعض وبناخد منه وبنعمل. بكرة ان شاء الله في الحلقة بإذن الله هنعمل مع بعض السحلب بقى، هنشوف هنعمله ازاي باللبن، وهنعمله مع بعض يبقى مشروب ازاي. يا رب النهاردة الحلقة تكونوا استفدتوا منها، ويكون قدمت لكم حاجة كويسة بإذن الله. ان شاء الله اسيبكم في امان الله، الحلقة الجاية ان شاء الله على خير بكرة بإذن الله. أقول لكم دلوقتي سلام عليكم.